انتخابات الرئاسة 2024، من أهم أبرز المرشحين ومتى موعد الانتخابات؟ في الفترة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي، الكل في حالة من الترقب للمشهد السياسي، وخاصة انتخابات 2024 بعد ما تصدرت محركة البحث جوجل في الوقت اللي أعلن فيه المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن هيتم الإعلان عن موعد الانتخابات قريب جدا. لكن خلينا أقولك أنه أعلن عدد من المرشحين ترشحهم للرئاسة، زي حزب الوفد اللي أعلن ترشح عبد السند يمامة رئيس الحزب وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، وحزب الشعب الجمهوري اللي أعلن ترشيح حازم عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وكمان أعلن النائب السابق أحمد طنطاوي ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد رجوعه لمصر، وعشان كده بدأ يعمل لقاءات مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في محاولة منه أن يحصل على دعمه في الانتخابات الرئاسية. كل دول وغيرهم قصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت اللي بتعاني فيه مصر من أزمة الكهرباء. ومع ذلك في إجراءات لازم إنها تتعمل زي أي انتخابات رئاسية في العالم، وده اللي فعلا بدأت تعمله الهيئة الوطنية للانتخابات، من إجراءات وترتيبات زي تحضير الكشوف الانتخابية، وكمان توفير الحبر الفسفوري اللي بيتم استخدامه في عملية الانتخابات من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توفرها فيه، باعتبار الحبر الفسفوري ده من بين الضمانات اللي بتضمن سلامة وعدم تزيف عملية الانتخابات. ده غير تحديد ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية، فحسب المادة 140 من الدستور بتقول انه لازم تبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوم على الاقل، ولازم يتم الاعلان عن النتيجة قبل نهاية المدة ب 30 يوم على الاقل. خلينا اقولك ان الدستور المعدل في 2019 بيقول ان مدة رئيس الجمهورية هي 6 سنين بس، وما ينفعش يتولى الرئاسة لأكتر من مدتين رئيسيتين ورا بعض. ووفقا للدستور الولاية التانية للرئيس السيسي هتنتهي 2024 في شهر 4، ومن المتوقع ان تتعمل الانتخابات في شهر 2 الجاي. خلينا اقولك عزيزي مشاهد عن مصر، لو انت بتفكر تترشح للانتخابات فلازم تتعرف على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، فركز معايا كده كويس. اولا يا سيدي لازم تكون مصري ابا عن جد، ودي حاجه مفروغ منها، وما ينفعش تكون عندك جنسيه اي دوله تانية ولا حد من اهلك، الاب او الام او زوجتك، وانك تتمتع بحقوقك المدنيه والسياسيه، وطبعا تكون اديت الخدمه العسكريه او تم اعفائك منها قانونيا، وما ينفعش يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنه. وبيشترط لقبول الترشح لرئاسه الجمهوريه ان 20 عضو يختارهم اعضاء مجلس النواب، وبيؤيدوا ما لا يقل عن 25 ألف مواطن اللي من حقهم الانتخابات في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وما ينفعش دعم أكتر من مرشح.